للحديث عن تقرير الخبراء الأمميين حول استمرار دعم إيران لميليشيا الحوثي وتوريد الأسلحة لها، ينضم إلينا الصحفي اليمني محمد الأحمدي. أهلا بك سيد محمد. بداية، ماذا يعني استمرار توريد طهران الأسلحة لميليشيا الحوثي؟ تحية لك والمشاهدين. الحقيقة أن إيران لم تتوقف لحظة عن تزويد الميليشيا الحوثية في اليمن بالأسلحة سيد الأحمدي، هل تسمع؟ وهي في نفس نعم لك أن تتابع الإجابة، تفضل. هل تسمعني؟ تفضل، تابع إجابتك. نعم، كنت أتحدث أن إيران لم تتوقف لحظة عن إرسال الأسلحة والدعم لميليشيا الحوثيين في اليمن، وأنها تقوم بتدريب عناصر حوثية أيضا، وترسل عناصر من الحرس الثوري أيضا إلى المناطق سيطرة الحوثيين. آخر هذه العناصر هو السفير الإيراني لدى الحوثيين حسن إيرلو، الذي وصل تهريب عن طريق بطريقة غامضة. نعم سيد محمد، أكمل لك أن تكمل، تفضل. نعم، نسمعك سيد محمد. في مخالفة واضحة لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2816. وإذا كان في السابق ميليشيا الحوثيين تحاول إنكار في خطابها السياسي إنكار علاقتها بإيران، أعتقد أنه بات الآن واضحا أن علاقة الميليشيا الحوثية وتبعيتها لإيران باتت واضحة، ولم تعد تخفي ميليشيا الحوثيين هذه التبعية المطلقة. اليوم نشاهد أن الميليشيا الحوثية تملأ شوارع العاصمة صنعاء بشعارات إيرانية، وترفع صور قيادات الحرس الثوري الذين هلكوا في الفترات الماضية، ولم تتورع لحظة عن إبداء تبعيتها الواضحة لطهران. وبالتالي هذا الدعم وهذا التسليح وهذا التدخل في الشأن اليمني من خلال دعم جماعة عنف مسلحة فاشية، أعتقد أنه كان له نصيب من تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن في الأمم المتحدة، وهو جزء من سلسلة تقارير ترصد الوضع في اليمن وتقدم صورة إجمالية عن مستوى تنفيذ العقوبات الجزائية بحق معرقلي عملية الانتقال السياسي في اليمن، بما في ذلك قيادات ميليشيا الحوثيين. نعم سيد محمد، هناك لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة تحدثت عن الأسلحة، صواريخ موجهة مضادة للدبابات وبنادق قنص وقاذفات. إلى أي مدى يؤكد هذا فشل فكرة العقوبات الأمريكية والدولية على توريد هذه الأسلحة إلى اليمن؟ للأسف المجتمع الدولي فشل في إنفاذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالشأن اليمني، بما في ذلك القرار 2216، رغم أنه هناك مبعوث أممي إلى اليمن، يعني لا يزال يعمل ولديه مكتب، وتمت توسعة صلاحياته في الشأن اليمني، لكن هناك إخفاق شديد في مسألة إنفاذ قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية بإعادة الشرعية في اليمن واستعادة الدولة وإلزام هذه الميليشيا الطائفية الفاشية بتسليم الأسلحة والانسحاب من مؤسسات الدولة. اليوم يجري الحديث عن إعادة النظر في القرار 2216 في محاولة لمكافأة هذه الميليشيا. للأسف لا تزال مختلف أنواع الأسلحة تصل إلى ميليشيا الحوثيين عبر البحر، ورغم وجود قوات دولية في البحر الأحمر وبحر العرب، لكن هذا لم يمنع إيران من استمرار تزويد ميليشيا الحوثيين بالأسلحة الفتاكة لقتل اللاجئين وللاستمرار في التصعيد. سيد محمد، هل أنت معنا؟ على ما يبدو أن الصوت الآن وصلنا سيد محمد مجددا. دعنا ننتقل إلى سؤال جديد الآن، يعني وأمام هذا التقرير، إلى أي مدى يمكن القول بأن قرار إدارة بايدن الإعفاء المؤقت للعقوبات المفروضة على ميليشيا الحوثي بدواعي إنسانية، إلى أي مدى يمكن القول بأنه كان قرارا خطأ؟ يعني دعني أقول لك، كان هناك مخاوف من تداعيات إنسانية على قرار تصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية. للأسف هذه المخاوف استخدمت فزاعة لمحاولة
إعادة الضم في هذه الجماعة وفي قرار التصنيف. بالنسبة لليمنيين لا يعنيهم هذا الأمر، لديهم قناعة راسخة، وشاهدنا خلال الأيام الماضية حملات شعبية واسعة تؤكد أن ميليشيا الحوثيين بالفعل منظمة إرهابية، بل فاقت كل التنظيمات الإرهابية في جرائمها وفي وحشيتها وفي فاشيتها. هي تستخدم المجتمعات السكانية في مناطق سيطرتها بمثابة رهائن، وتقايض على بقائها كسلطة أمر واقع، سلطة غاشمة في مناطق الكثافة السكانية، من أجل يعني الإبقاء على هؤلاء السكان كرهائن بالنسبة لهذه الميليشيا. وبالتالي هذا سلوك لا يختلف أبدا عن سلوك أي منظمة إرهابية تمارس هذا النوع من السلوك في التعامل مع المدنيين. دعنا لضيق الوقت نذهب إلى السؤال الأخير سيد محمد الآن، يعني عدم تحرك مجلس الأمن للحد من قدرة ميليشيا الحوثي بشكل فعلي، ما هي عواقبه على المدنيين بشكل خاص بحسب متابعتكم؟ للأسف فشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته إزاء المأساة الإنسانية وإزاء إنفاذ قرارات مجلس الأمن ما يتعلق بإعادة الشرعية في اليمن وإسقاط الانقلاب وتسليم سلاح ميليشيا الحوثيين وخروجها من مؤسسات الدولة. هذا التراخي وهذا التعاطي بنوع من التدليل مع الميليشيا ساهم في إطالة أمد الصراع وفي بروز الكثير من المآسي والكوارث الإنسانية. أيضا فشل الحكومة الشرعية للأسف الشديد في إدارة المعركة، وفشل التحالف العربي في إثبات جديته في التعاطي مع المسألة ومع الحرب بشكل مختلف. هذه الإخفاقات ساهمت في إطالة أمد الحرب وأمد الصراع في اليمن. شكرا. وتفاقم المأساة الإنسانية على نحو مخيف للغاية. الصحفي اليمني محمد الأحمدي كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.